أهلا ومرحبا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد وبندرس في الحلقات دي عن التوبة وجالنا سؤال في الاس ام اس بيقول لنا كده في أعمال 19 18 كتاب بيقول وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم يا ترى بقى يا ترى هل التوبة تتطلب الاعتراف أمام الناس؟ هو الحكاية دي حصلت في أفسس إنما لما نقرأ أعمال الرسل هنلاقي ناس تاني أمنت بالرب وتابت وأمنت بالرب ونالت الخلاص وما عملتش اللي عملوه الناس اللي في مدينة أفس يعني عندنا أمثلة زي مثلا عائلة السجان بتاع فيليبي زي ليديا بقاعه الارجوان زي م. كمان آآ آآ كارنيليوس م. امن وما عملش كده وما وقفش قدام كل الناس وقعد يقول انا عملت كذا وكذا وكذا وما قالش ده لحد في القصص الناس اللي قلتهم دول الكتاب ما قالش عنهم انهم اقروا واعترفوا بخطاياهم اللي تابوا عنها هنا بقى طب وهنا هنا ندرس نشوف الحالة دي فممكن أنت لنا الآية التالية 19 يعني آه. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أسمانها فوجدوها خمسين ألفا من الفضة و... ونقرا كمان الايه اللي قبليها اخر, حته وكان وكان اسم الرب يسوع يتعظم يبقى لما ناخد الايه بتاعت كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين وخبيرين بافعالهم ان بعديها على طول ناس اللي استعملت السحر كانت بتجمع تابت وتخلصت قدام الجميع آه بانه تخلصت من كتب السحر امام الجميع كانوا يجمعون الكتب ويحرقونها ايه؟ امام الجميع يعني احط خط بس تحت كلمه امام الجميع هنا لما احط آه آه وقبل الايه كان اسم الرب يسوع يتعظم افهم على طول ان الناس دي كانت بتقول انها كانت عايشه كذا وكذا وكذا عشان تمجد الرب وحرقوا كتب السحر برضو عشان يدوا المجد للرب فهنا القصة دي الناس بتمجد الرب واسم الرب يسوع يتعظم وكلمة الرب تنمو وتقوى بشدة فهنا مش انهم اعترفوا قدام الناس بانهم كانوا وحشين عملوا حاجات سيئة في حياتهم ما قالوش كده عشان ينالوا الغفران لا ده قالوا كده عشان يقولوا للناس آآ آآ الرب انقذنا من الظلمه اللي احنا كنا فيها احنا كنا اوحش ناس احنا كنا بنشتغل في السحر احنا كان بيوتنا مليانه كتب سحر لكن الرب تمجد معنا ونقلنا من الظلمه الى النور يبقى هدف هنا وعشان كده قلت لك ما حصلش في دي حالة خاصة حالة مدينة أفاسوس كان الهدف أنهم يمجدوا الرب والكتاب يقول وكان اسم الرب يسوع يتعظم ولا وعشان كده حرقوا الكتب قدام الجميع ما حرقوهاش مثلا كل واحد رجع بيته وحرق الكتب بتاعة السحر لا بسرعة جابوا الكتب بتاعة السحر وحرقوها قدام الناس وعايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا الرب اللي حررنا الناس اللي بتتفرج يقدر لو لو رحتوا له بكل تأكيد ويقدر يحرركم بس لو رحتوا له زي ما احنا امننا بيه بكل تأكيد هيحرركم وهنا التوبه آآ آآ الناس اللي تابت هنا اعترفت بخطاياها امام الجميع مش عشان خطاياها تتغفر لكن علشان تشهد للرب م. ونخلي بالنا كمان من من نقطه تؤكد ما اقول م. ايه 19 تقول وكان ايه؟ كثيرون يبقى مش كل الناس وكان كثيرون وتت وتتكرر في ايه 18 وايه 19 م. كان كثيرون من الذين امنوا م. كل اللي امنوا نالوا الخلاص كل اللي امنوا اتولدوا الولادة الثانية كل اللي امنوا اتغفرت خطاياهم م. بس مجموعة كبيرة من اللي امنت حبت تمجد الرب وعندنا في التاريخ شخص عمل زي دول اغسطينوس م. يعني اغسطينوس حب يعظم الرب ويمجد الرب فعمل كتاب مشهور قوي اسمه اعترافات اغسطينوس م. وكتب فيه ده بعد بقى ما اتغير و حكى حكى ايه اللي حدث معاه كان بيعمل كذا وكذا 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 وكان بيفتش على السعاده ما بيلاقيهاش في الخطيه لحد ما الرب اشتغل معاه وجابه فكتب ده في كتاب ولا يزال الكتاب موجود اسمه اعترافات اوسينس ايه الهدف هل اوسينس كتب هذه الاعترافات عشان خطايات تغفر لا طبعا. لا انما كتبها علشان يعترف بفضل الرب عليه باللي عمله الرب في حياته علشان يبقى شهاده للرب وناس من العايشين في حياه صعبه وما عندهمش فرح ما عندهمش سلام ما عندهمش سعاده لما يقروا الكتاب ده يقولوا زي ما عمل غسطينوس نعمل احنا نؤمن بالرب يسوع نفتح قلبنا ليه نتوب عن خطايانا ونجيله واللي اللي فرح اغسطينوس يفرحنا واللي غير اغسطينوس بكل تاكيد هيغيرنا فاذا هنا الاعتراف مش هدفه باكد مش هدفه ان الشخص ينال غفران لخطاياه الاعتراف امام الناس بيبقى ليه هدف ايه في زي اغسطينوس وزي الناس دي هدفه وزي بولس مثلاً ما بولس حكى بس في بعض المناسبات حكى انه كان كذا وانه كان بيعتضي الكنيسه وانه كان متعصب وعشاء وبعدين قال الرب ظهر له وفي الطريق وغيره وكان بيشهد بده عشان بيشهد للرب ومش في كل المناسبات الرسول بولس قال انه مش في كل المناسبات حكى حكايته انما في سفر اعمال الرسل بنقرا في مناسبتين حكى اختباره فالناس بتحكي اختبارها نمره واحد مش في كل وقت لان تبقى بقياده من الرب لان ممكن انت بتحكي اختبارك يجيب تاثير عكسي لما يبقى ما فيش قياده من الرب ليك هو مش حاجه بولس عملها كده عاده يعني كل ما يتكلم بيوعظ يروح قايل اللي حصل معاه لا بقياده من الرب وعشان كده عندنا مناسبات في اعمال الرسل الرسول بولس كان بيخاطب فيها الناس عشان يجيبهم للمسيح وفي مناسبتين فقط حكى اللي حصل معاه فيبقى إذا آه الاعتراف بالعمل الرب معايا وانا بعترف بالعمل الرب معايا آه بحكي آه كنت ايه وبقيت ايه زي الاعمى لما وقف وشهد وقال كنت اعمى والان ابصر <applause> الاعتراف ده مش آه مش في كل مناسبه والا مش هيجيب النتيجه اللي احنا, احنا بنحكي علشان الناس تشوف قوة الرب وتقول زي ما الرب عمل معاكم يعمل معانا ونبقى قدوة ليها مش هيجيب النتيجة دي بالعكس ممكن يجيب نتيجة عكسية مش هنعمل ده الا لما نبقى الروح القدس جوانا بيضغط علينا ان احنا نعمل كده فاذا السؤال بجاوب على السؤال ببساطة اني واضح من القصة ان الهدف لم يكن نوال غفران الخطايا او نوال الخلاص الا لما امنوا في لحظه ايمانهم قبولهم للرب يسوع نالوا الخلاص وتولدوا الولادة الثانية واتغسلوا بالدم وبقوا مبررين وطاهرين امام الله انما بعد ده كده بيبتدوا يشهدوا بقى للرب عملوا معاه ونلاحظ ان مش كلهم شهدوا لان دي مش حاجه في تعتمد على قيادة الرب للشخص وشفنا أن بولس ما عملش كده مع نفسه في كل الأوقات باسم الرب يسوع ما آآ آآ نشهد للرب بالعمل معانا لما الرب يقودنا ونبقى متأكدين أن الرب عايزنا نشارك الآخرين في اللي حصل معانا لكن حياتك بتشهد يعني مش شرط انك تتكلم حياتك تشهد ناس تبقى شايفه انك انت كنت حاجه وبقيت حاجه فالواحد بيشهد للرب عمله معاه اولا بحياته التي اختلفت وثانيا بكلمات يقولها عن اللي الرب عمله معاه بس في الكلمات بقى لابد من القياده لابد انك انت تتكلم في وقت الرب عشان كلامك يجيب نتيجة لأن ممكن يقولوا شايف ده بي عايز يعمل دعاية لنفسه بدل ما ياخدوها أنك أنت بتشاور على الرب ياخدوها أنك أنت بتتكلم عن نفسك وعايز الأنظار تجيلك بإسم الرب يسوع حياتنا ثم كلماتنا تبقى لمجد الرب طب في سؤال تاني يشبه ده حد بعت على الفيسبوك بيقول هل شرط الشفاء الاعتراف امام المؤمنين بالخطايا في ضوء يعقوب 5 16 آه نشوف يعقوب 5 16 بيقول ايه عشان نجاوب على السؤال ممكن تقرا لينا م. يعقوب رساله يعقوب الاصحاح الخامس الخامس وايه رقم 16 اللي هي بتقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا اه هنا معنى كده اعترفوا لبعضكم لبعض بالزلات هل هنا الاعتراف شر هو ده السؤال للشفاء طيب آآ نشوف القصه آآ اولا آآ في رساله يعقوب في اشاره ان الموضوع كمان في غفران للخطايا ده غفران للمؤمن مم. واحنا قلنا ان المؤمن لما يستمر في خطية تنقطع علاقته مع الرب الشركة الشركة م. لكن ما يفقدش قلنا ده في الحلقة اللي فاتت ما يفقدش, يفقدش بنوته بنوته وما يفقدش خلاصه آه وما يفقدش تبريره انه تبرر انما يفقد الشركة العلاقة يعني يجي يكلم الرب كده يحس ان السماء مقفولة وتأييد الله لي كمان اه ويفقد تأييد الرب لي لان رعيت اسما في داخلي م. لا يستمع لي الرب اه يبقى صلواتي مش بتستجاب م. ومش هشوف الرب بيشتغل في حياتي م. فهنا في القصه دي يقول لك وان كان قد فعل خطيه تغفر له م. هنا معنى الغفران ايه معنى الغفران عوده الشركه مع الرب ده معنى الغفران بالنسبة للمؤمن بالنسبة للخاطي الغفران معناه أنه بي تحول من خاطي محكوم عليه بالهلاك الأبدي إلى واحد من أولاد الله اللي ليهم الحياة الأبدية فلازم نفهم إيه الفرق بين معنى الغفران بالنسبة للخاطي يختلف عن معنى الغفران بالنسبة للمؤمن الغفران بالنسبة للخاطي ده غفران شامل م. وده بقى موضوع التبرير في رسالة روميا انه بقي طاهر امام الله الى الابد وبقي في المسيح الى الابد م. وده الغفران بالنسبة للخاطي انه تاب وامن بالرب يسوع فإيه اللي حدث بقي الرب برره بالدم فبقي في المسيح يسوع طاهر والى الابد وعشان الحته النقطه دي مهمه قوي قوي عزيزي المشاهد وعلشان ما تشكش في اللي انا بقوله بحط قدامك ايه مهمه أوي في رساله نقرا اخر جزء في رساله فيليبي اه الاصحاح الرابع ايوه عشان ده جزء مهم جدا اه من عدد كام 21 من عدد 21 سلموا على كل قديس في المسيح يسوع سلموا على كل قديس في المسيح يسوع يبقى كل المؤمنين آه. في الايه دي بشوف كل المؤمنين قديسين في المسيح, في المسيح يسوع اه يبقى الخاطي لما تاب وجيل الرب بقى من خاطي الى قديس م. بقديس في المسيح, المسيح يسوع. يسوع وبعدين تأكيدا للمعنى ده نرى الآية اللي يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر اه يعني مش مش خمس مش خمسه قديسين والباقي مش قديسين لا كل اللي قبله الرب يسوع بقيوا ايه كدسي. اتحولوا التوبه والايمان فتحوا قلبهم للرب ده معنى الايمان وغيروا اتجاههم بدل ما يعيشوا آه مع الخطيه قرروا يعيشوا ضد الخطيه وايه اللي حدث كل الناس اللي عملت كده سواء كانت في آه مدينه فيليبي او كانت في مدينه روما كلهم سلموا على كل قديس في المسيح يسوع بيسلم على كل المؤمنين اللي في رسالة اللي في مدينة ايه في ليبي ولما يقول لهم يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما اللي بيشتغلوا وتابع قيصر يبقى هنا بيقول كتب الرسالة دي من مدينة روما وكان في السجن ف قديسين ودول قديسين ودول ودول ها أه في المسيح في المسيح طيب ناخد اية كمان <applause> عشان الموضوع ده مهم يبقى النهارده يطلق يطلق على الشخص بقى اللي نما روحيا وبقي كذا انه قديس لكن لا في العهد الجديد ودينا شفنا كل المؤمنين كل الخطاه اللي تابوا امنوا بالرب يسوع بقوا ايه؟ قديسين بقوا قديسين طيب آه تأكيدا للمعنى ده نقرأ آه رسالة روميا طلع معايا رسالة روميا كده آه والأصحاح آه والأصحاح الأخير ورنا آية سبعة يعني روميا 16 عدد سبعة آه سلموا على أندرو نيكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي الذين هم مشهوران بين الرسل وكان في وقد الم... كان في المسيح قبلي يبقى هنا تفهم يعني ايه وقد كان في المسيح قبلي يعني معناه انهم امنوا بالرب يسوع قبل هو ما يؤمن وتابوا قبل هو يتوب مم. فعشان كده بيو في المسيح قبلي فدي هنا اشاره ان توقيت امتى الشخص بيبقى في المسيح لما بيجي للرب يسوع تائب ومؤمن بيه تولد ولاده تانية؟ مم. ويتغسل بالدم يبقى طاهر امام الله الى الابد مم. يتشاف المسيح فعشان كده يتشاف قديس يعني مم. هو قديس مش بسبب انه تخلص من كل عيوبه مم. هو بيه قديس عشان في المسيح فهنا توبة الخاطي تنقله من خاطي إلى, الى قديس الى قديس توبة المؤمن تعمل ايه بقى ترد ترجع, ترجع مم. الشركة مم. فاحنا هنا آآ آآ هنا امريض احد بينكم قومي ده بيتكلم عن واحد مؤمن وسط الكنيسه م. يعمل ايه؟ كلمه مريض هنا في الاصل اليوناني تعني شخص ضعيف كمان يعني مش يعني عنده مرض خلاه ضعيف يعني ما يقدرش يروح كنيسه ما يقدرش يتحرك فعشان كده فليدعو شيوخ الكنيسه يبقى هنا دعا القاده بتوع الكنيسه مش واحد مم. لا ده دعا الشيوخ القاده بتوع الكنيسه مم. عشان دول بيمثلوا الكنيسه مم. اللي هو بينتمي اليها فييجوا يصلوا له كان مم. الكنيسه كلها ممثله في هؤلاء الشيوخ القاده الصغير. جايين يصلوا له فيصلوا عليه يعني مم. يحطوا ايديهم عليه لان الكتاب قال ايه تضعون ايديكم على, على المرضى, المرضى فيبرؤون اه ويعملوا ايه كمان ويتنوا بزيت مم. باسم الرب اهم حاجه ان, يد... إن يدن الزيت باسم الرب مم. وطبعا بيصلوا عليه باسم الرب مم. وهنا لما بيتنوا بزيت لان الزيت يتكلم عن الروح القدس فده اعلان انت تشفى بعمل الروح القدس اللي هو الزيت الحقيقي لان الزيت يتكلم عن الروح القدس وزمان في العهد القديم كانوا يمسحوا الناس زي الكهنه والملوك والانبياء بالزيت عشان يقولوا ان دول تخصصوا لخدمه الرب الكاهن تخصص لخدمه الرب في عمله الكهنوتي في العهد القديم وكان ده لازم يبقى من الناس ايه كان لازم يبقى من الناس هارون والأنبياء تخص... يعني بيتمسك والملك زي داود مثلا مسح بزيت عشان م. نقول أنت ملك مخصص من الرب ملك على شعب الرب م. فهنا يا تنوبي زيد باسم الرب فيها إعلان لحاجتين فيها إعلان آه ان الشفاء هيبقى بعمل الروح القدس ما فيش سحر مم. ده عمل الروح القدس ومش الزيت اللي هيشفي مم. لان في ذلك الوقت الزيت ما كانش كان اه بيستخدموه في الشفاء لكن ما بيشفيش كل الامراض واللي هيتنوه بزيت مش الاطباء يعني هو ما بعدش يجيب طبيب عشان يتنوب بزيت يبقى الموضوع مش كده فيزيد بيعلن ان ده عمل للروح القدس ده عمل للروح القدس وبيعلن كمان ان جسده للرب زي ما الملك لما كان يدين بزيت في اعلان ان الملك ده ملك لخدمة الرب الكان ده كان لخدمة الرب برضو وضع الزيت على الجسد عشان يقولوا زي ما قال بولس في رساله كورنثوس الاولى الجسد للرب فده ما جسد مقدم لخدمه الرب مخصص لخدمه الرب مكرس لخدمه الرب يبقى نكمل الايه والرب للجسد الرب يشفي هذا الجسد عشان صاحبه يستخدمه في خدمه الرب وصلاه الايمان هنا الشرط ايه؟ تشفي المريض يبقى الـ الـ لازم الرب يدي ايمان بين المريض هيشفى الايمان ده عطيه من الله يعني يعني انت الايمان دائما مش عمل بشري ده لازم الرب يحطه في قلب اللي بيصلوا في قلب المريض لو امتلكوا الايمان ايه اللي هيحصل؟ وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له تغفر له ليه؟ لأن هو وهو بيقبل أنهم يصلوا عليه ويحطوا الزيت كده في اعتراف توبة أن جسدي مش هيقبل الخطية جسدي ليك يا رب ف في اعتراف ان انا عايز مطفيش الروح الزيد بيتكلم عن الروح القدس انا عايزك انت يا رب تشفيني ففيها فان كانت المرض اللي جاله ده بسبب خطيه هو هنا بيعترف م. وبيتوب امام الرب وبيحوش العائق اللي مانع شفائه طيب هنا بقى اللي بعديها بقى اعترفوا بعضكم لبعض م. وبالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا هنا آآ آآ زي ما قلت ان هو جايب الكنيسه عشان تصلي له فالاعتراف هنا بيعترف لو اعترفوا بعضكم لبعض لو واحد انا ضايقته او اذيته او عملت له ضرر لعيلته ضرر لاولاده فهنا زي ما قال الرب ايه اللي قاله الرب ممكن تقرانا كده في انجيل متى لو رحنا لإنجيل متى أصحاح خمسة وآية رقم ثلاثة بتقول فإن قدمت قربانك إلى المسبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك آه فأترك هناك قربانك قدام المسبح وإذهب أولا اصطلح مع أخيك لأن يعني إذن الصلاة تعاق فروح اصطلح مع أخوك فهنا الشرط بقى اعترفوا بعضكم لبعض آه طيب وافترض بقى مش انت اللي اذيت الشخص الشخص آه هو اللي اذاك تغفر له اه يبقى اه لما يجي بقى يبقى هنا دي وصيه عامه <تصفيق> للكنيسه <تصفيق> اني لما آه انا اغلط آه اعترف لك و وانت لما تغلط فيا تعترف لي فانا ما جوايا مراره من جهتك وانت ما تبقاش جواك مراره تجاهي ولازم المراره تزال لان يعني دي بتعطل الصلاه وبتعطل الشفاء الايمان وبالتالي يتعطل الشفاء هنا اعترفوا وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا فهنا اه 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 هنا اعتراف بعضنا لبعض عشان لو فيها مرارة تتشال لو أنا غلطت فيك زي ما علمنا الرب في إنجيل متى فأنا هنا بـ بـ بأزيل إعاقات الشفاء م. هنا الاعتراف مش عشان الخطايا تتغفر م. أنا مش بعترف لأخويا اللي غلطت فيه عشان خطيتي تتغفر لا أنا بعترف لأخويا اللي غلطت فيه عشان أزيل إعاقة استجابة الصلاة لأن ده اللي على قول الرب في إنجيل متى إصحاح خمسة زي ما قلنا عزيزي المشاهد لو شايل من حد مرارة جوه قلبك نتيجة الغلطة عملها فيك أنا بشجعك تيجي دلوقتي وتغفر لهذا الشخص وتقول يا رب أنا بسامحه وأنا بباركه برغم إنه أخطأ ليا وبرغم إن ده أذاني لكن انا بطلقه ومش بمسك الغلطه اللي عملها فيا وبادينه بيها ولما تعمل كده معايا لو انت دلوقتي مريض وفي مشكله معاك تقدر تصلي معايا بايمان باسم الرب يسوع يذهب هذا المرض واي اعاقه ترفع يا رب بشكرك لاجل شفاء لناس يا رب من المراره اولا وثانيا من اي مرض جسدي هم مصابين به في اسم الرب يسوع. عزيزي المشاهد نراك في حلقه قادمه الرب معك. هنشرح بقى العلاقه بين الاعتراف والصلاه لان هو هو السؤال. ده السؤال. طب ما الرب بعته ليه للكاهن؟ لو انت شايل من حد ابدا بانك تصلي من أجل هل لازم نتحدث مع اسوس الكنيسه عن خطايانا بعد ما نتوب عنها يعني